شاب كويتي طموح بدأ بعمل مشروع تعليمي خاص به، دشنا من خلاله منهج وموقع تعليمي متكامل لتتعلم الروبوت والبرمجة والخرازميات الذكية للروبوت والعديد من المشاريع الأخرى في مجال التطبيقات الهندسية. والحديث أكثر، نرحب مشاهدينا بالمهندس محمد الرفاعي. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، يعطيك العافية. يعطيك العافية وقواك الله. خلينا نتكلم أول شيء، أنا ما أدري هذا اللي شادني اللي قدامي، بس تقول لي ما يتحرك، مو هاد البطارية. أي والله. بعد انزين، في البداية أول شيء كلمنا عن مشروع الروبوت التعليمي. ان شاء الله. اول شيء يعطيكم العافيه على الاستضافه، جزاكم الله خير. ثاني شغله، هذا المشروع سويناه لسبب. السبب ان بدايتي كانت في مجال الاختراعات عن طريق منتج مشابه او فكره مشابهه لهذا المنتج. الهدف من هذا المنتج ان اي واحد حاب يتعلم او يدش مجال الاختراعات او البرمجه او الروبوت، عده مجالات في هذا المنتج، ممكن انه يشتري ومن خلال هذا المنتج يتعلم كيف يدش هذا المجال، كيف يبرمج، كيف يتعرف، كيف يبرمج السنسرات، شلون يفهم شلون السنسرات تتعامل مع البيئه الخارجيه، شلون يسوي، شلون يخليه يفكر، شلون يخليه ذكي. كل هذا طبعا طريقه اليه، هو يبرمج ويحط البرمجه على الروبوت، والروبوت بروحه يعني يتحرك او يفكر من غير التحكم الخارجي. يعني يقدر يسوي ريبورت يعني من خلال التعليم هذا اللي انت اللي قاعد تسويه الرفاعي. يعني انا اخذ هذول اتوقع الشرايح هذول، صح؟ التركيب هو يكون مفتش اصلا. ما يكون كذي، هو لما يشتري ما يكون كذي، زين، يكون مفتش. فهو اول شيء يركبه ميكانيكيا، فخلال التركيب راح يتعرف على جميع القطع والاجزاء العلميه اللي موجوده. والجميل بالموضوع ان هذه الاجزاء راح تعرفه وتفهم الاشياء اللي موجوده العالميه الكبيره. يعني هذا المحرك صغير بس راح يفهم الكونسبت مع المحركات بشكل عام. صح، عرفت شلون؟ صح. سنسر هذا صغير بس راح يفهم اشياء الاكبر. صح. انزين، شلون جتك هذه الفكره؟ والله شوف، الفكره المنتجات التعليميه في الروبوت موجوده بكثره، ولكن المتميزه قليله جدا، وكذلك المتميزه تركز على فئه معينه، اغلبها فئه الاطفال، وحتى اللي تركز على فئه الاعمار اللي هي خلينا نقول الشباب وفوق فيها بعض العيوب. فاحنا فكرنا ليش ما احنا نسوي منتج نعدل في هذه العيوب اللي موجوده في المنتجات العالميه، ونحاول نسوي يعني حركات جديده بالمنتج هذا مو موجوده بالمنتجات العالميه اللي موجوده. وفعلا الحمد لله قدرنا نسوي هذا الشيء من خلال ان احنا زدنا المواصفات، طريقه التعامل. ممكن تسوي، بدال تسوي خمس اشياء تسوي تقريبا 15 شيء واكثر باستخدام هذا المنتج، ونستهدف فئه جديده اللي هي طلبه الجامعه او طلبه اللي هو سن 14 سنه وفوق. اي انا اتوقع من 14 هم اللي يهمهم هذا الشيء، ولا بعد 18 يقل هذا الشيء؟ هذا هو التحدي، مو بالضروره، لان احنا نستهدف الطلبه في الجامعات، المهندسين خصوصا. او حتى المبرمجين تستهويهم هذه الشغلات، وهذا المنتج راح يساعد الطالب نفسه في مشروع التخرج، وهذا هو الهدف. اغلب الطلبه عندنا، وهذه بعد جزء من ان الفكره هذه طلعت، وايد طلبه ودهم يتعلمون التطبيقات العمليه، ولكن يواجه مشكله انه ما في مكان يعلمه، او ما في شغلات ممكن يشتريها تسهل عليه ويكون شيء شامل يسهل عليه. صح. فاحنا سوينا هذه الفكره، وطبعا في موقع تعليمي متكامل مع المنتج هذا يعلمك خطوه خطوه، فمو بالضروره ان انت تكون يعني عندك اي درايه بالموضوع، وحتى لو عندك درايه هم ممكن تسوي اشياء ياخذك من مرحله يعني مبتدئه الى مرحله متقدمه. حلو. انزين، كلمنا عن خطوات عمل المشروع. خطوات عمل المشروع، طبعا هذا المنتج اللي امامكم هو صنع في الكويت، هذا اول منتج لنا. وانا يعني من اهدافنا كذلك في هذه المبادره، ومن اهدافي الشخصيه، ان شاء الله يا رب بالكويت يصير عندنا منتجات تعليميه تقنيه او اختراعات باذن الله صنعت في الكويت. وهذه هي الخطوه الاولى. طريقه صنع المنتج طبعا اخذت وقت طويل، تقريبا اخذ منا تقريبا 8 شهور، مع انه يعني منتج تعليمي ما هو يعني شيء دسم في الصناعة في التصنيع، بس خذ منه تقريبا 8 شهور تطوير لين وصلنا لهذا المنتج. وعملية التصنيع لأنها بالكويت وإحنا اللي صنعناه، فعارفين شلون نصنعه، خذت منه تقريبا 1.5 شهر تصنيع الروبوت نفسه. بس اللي ياخذ وقت فعلا إنه شلون أنا أوصل لهذا الشكل، وليش وصلت لهذا الشكل، وشلون اليوزر بيستخدمه، المستخدم يستخدمه، شلون أسهل عليه. فهذا هو كان الأصعب يعني والتحدي الأكبر. وإحنا أخذنا في الحسبان طبعاً المنتجات العالمية، إحنا لازم نقدم منتج مو فقط للسوق الكويتي،
هم نبي انه يكون عالمي يعني، فاخذنا في الحسبان، درسنا المنتجات اللي موجوده، شفنا نقاط الضعف اللي فيها، حسنا اداء المنتج اللي عندنا صار احسن باذن الواحد لحد من الاشياء او من نقاط الضعف اللي عندهم. حلو، في احد ساعدك في هذا المشروع؟ والله شوف في وايد ناس ساعدتني معنويا ولله الحمد، ولكن هذا المشروع تحديدا تقنيا انا وفريقي طبعا بالمبادره، احنا تقريبا 4 مهندسين، هو عمل جماعي يعني مو عمل شخصي. احنا يعني كنا يعني مركزين بشكل اساسي في تطوير هذا المنتج، وطبعا اكيد في دكاتره ساعدوني بالجامعه ودعموني ما قصروا، اشكر الدكتور محمد الصفار دعمنا وكان معنا اول باول، وكذلك الدكتور عبد الله المطوع وجميع الدكاتره اللي يعني شجعونا وساعدونا في تطبيق هذه الفكره، فكان في وايد ناس الامانه شجعتنا وساعدتنا يعني. حلو، في صعوبات واجهتكم على انشاء هذا المشروع؟ في صعوبات وايد، الصعوبه الاولى ان احنا بالكويت البيئه لهذه المنتجات او لهذه المبادرات بيئه جديده، فاول شيء احنا ما ندري شنو رده فعل السوق راح تكون او رده فعل الناس راح تكون شلون، فهذا كان اول صعوبه. ثاني صعوبه تطوير المنتج في بيئة تخلو من المكاين الصناعية اللي نبيها، كان هذا هم أمر صعب علينا. ثالث شغلة الضغط النفسي الصراحة هذا كان من أصعب الأمور، إن إحنا قاعد نسوي شيء وراح نطلقه والناس راح تدري عنه، فلازم نسويه بشكل متقن. والحمد لله يعني قدرنا نتجاوز هذه الأمور، لأن تعرف يعني مرات الصعوبات مو بس عملية، مرات حتى الصعوبات تكون نفسية وضغوطات نفسية تكون أقوى من الضغوطات العملية. الفئة المعينة اللي أنت تخصها تبيها فوق 18 صح؟ في أعمار معينة؟ إحنا الأعمار العمر اللي إحنا نستهدفه بشكل رئيسي 14 سنة وفوق، ولكن إحنا بترويج المبادرة هذه أو ترويج المنتج نركز على فئة 18 وفوق، لأن هذه الفئة غير يعني غير مخدومة بشكل رئيسي خصوصا بالكويت وبدول مجلس التعاون، غير مخدومة. التركيز يكون دائما على فئة من 12 سنة أو فئة الأطفال لسن 18، وبعد ال 18 فئة غير مخدومة، فإحنا نحاول نركز عليها، ولكن كذلك المتوسط والثانوي مندرج تحت يعني الفئة اللي إحنا نستهدفها يعني. حلو، ويكون معاه عدته صح؟ هو يكون باكج كامل مفتش في جميع القطع. أنت اللي توفرون لهم؟ إحنا أي هو ياخذها من عندنا زين، وهو خطوة خطوة عندنا يعني منهج تعليمي متكامل، خطوة خطوة يركب ويبني ويبرمج ويضبط المحركات ويضبط السنسرات، وخلال العمل يعني الهدف انه راح يسوي شيء راح يستانس وايد عليه ويشوفه يتحرك، ولكن الهدف الاكبر انه هو يتعلم شلون هذا الشيء قدر يسويه، ويتعلم شلون الامور التقنيه من حوله تشتغل. يعني مثلا يفهم بعض الاشياء اللي بالمصانع شلون تصير، السيارات شلون بالضبط صح، شلون السنسرات اللي بالسياره تشتغل صح، شلون حتى يعني حتى في اشياء معينه في مجال الاتمته الاليه راح يفهمها شلون تشتغل، الطيارات الى اخره، عده مجالات وايد. في احد وياه راح يكون؟ انت راح تكونون وياه مشرفين؟ الموقع اللي احنا مسوينه طريقته كانه احنا وياه، خطوه خطوه، ويقدر يسال يقدر يتواصل معانا. طبعا راح نسوي وايد ورش عمل، وايد ندوات، احتمال بعد باذن الله راح نسوي كذلك مسابقات عشان شويه يصير في يعني يصير في حركه يصير في تحدي يعني صح. بالموضوع مستقبلا كيف يمكن يعني يمكنك تطوير المشروع هذا اللي راح يكون؟ بالضبط، هذا سؤال جميل. طبعا المشروع اللي شايفينه قدامكم هذا فقط 30% من المشروع الكامل. فاحنا اطلقنا 30% اللي هي البيسك اللي هي البدائيه. واحنا الحين قاعدين نطور المنتجات الثانيه اللي راح تركب على هذا المنتج. فتقريبا راح يكون في اكثر من اكسبانشن كيت يسمونها او 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 شلون اقولها، قطع اضافيه تتركب على هذا المنتج. مثل شنو؟ مثلا بدال ان امشي بس بالاكس واي اللي هو خلينا نقول بالحركه اللي هو يتحرك فيها، يقدر يتحرك فوق وتحت، يقدر يتحرك يمين يسار وسيده، يقدر يتحرك فوق وتحت، فيشيل اشياء يرفعها ينزلها. يصير في كاميرا، الكاميرا هذه تعرف على الالوان الاشكال، يبرمجها يعني يوصل مرحله متقدمه في البرمجه. فوايد اشياء ان شاء الله مع الوقت راح يصير يعني هذا راح يتطور اكثر واكثر، وايد راح يتطور بشكل كبير، بشكل جدا كبير. مشكور على هذا المشروع، ويعطيك العافيه انك تشجع الشباب وخاصه الفئه العمريه اللي من 14 الى 18 اللي حاب انه يسوي ريبورت ويحب هذه الشغلات الدقيقه. شكرا لك، معنا كان المهندس محمد الرفاعي. ناخذ لنا يعني فاصل صغير، انا ودي
ما ادري هذا يتحرك ولا يتكلم عني. المهم ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.